ينضم لنا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. أهلا بيك معانا في مصر جديدة. إذا اهتمام كبير بالإنسان المصري، اهتمام كبير بدعم الهوية المصرية والتأكيد على أهمية أن تكون الهوية المصرية هي العنوان الأساسي في اجتماع اليوم، وذلك من خلال اجتماع رئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي وأيضا الدكتور خالد عبد الغفار. يعني فكرة إن احنا نعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وأنه سيكون في هذا البرنامج مبادرات كثيرة تشمل مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل. وأن الجميل في هذا الموضوع أنه كل جهات الدولة بالإضافة للمجتمع الأهلي والخاص. كيف ترى هذه الصورة؟ مساء الخير أستاذ. أهلا مني بحضرتك. تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. بطبيعة الحال الاستثمار في رأس المال البشري هو يعني الهدف الرئيسي والنهائي لاي عمليه تنميه، حتى لو كان كل انواع التنميه يفترض انها بتصب في النهايه في تنميه البشر، لانه هو الهدف الاساسي لاي دوله عشان تعمل النهضه اساسا بيها. وبالتالي اجتماع النهارده اجتماع مهم، ونتمنى ان تقوم الحكومه والجهات ذات الصله بتنفيذ هذه التوجيهات على الوجه الاكمل، والا يعني تقوم البيروقراطيه المعروفه احيانا بعرقله هذه التوجيهات من السيد الرئيس. بناء الانسان المصري يبدا منين؟ بناء الانسان المصري هو بناء متكامل، يعني هناك مفهوم خاطئ انه ان انا اعمل طريق بس او اعمل مدرسه بس او اعمل مسلسل او فيلم. البناء الانسان المصري هو حاصل جمع كل انواع التنميه، بمعنى انه لا غنى عن التنمية التحتية، البنية التحتية وتنمية الحجر، لأنه لا يمكن أي ناس كثيرة بتستغرب إنه الناس يقول لك إن إحنا بنركز على الحجر مش البشر، لا، الحجر والبشر متكاملين، بمعنى إنه لا يمكن لنا أن نتحدث عن تعليم جيد بدون وجود مدارس، مستشفيات، صحة جيدة بدون وجود مستشفيات، وبالتالي بيكون الهدف من البنية التحتية اللي بتسبق أحيانا الأفكار شيء مهم، بشرط إنه يكون الأمر متكامل. بمعنى ان انا يعني وانا ببني المدرسه ببني المعلم او بحسن اوضاعه او ببني المناهج، والنتيجه بتكون تنميه للانسان او الهدف، لان انا بعمل تنميه وبرتقي بالمعلم برتقي بكل المجتمع، والامر نفسه بالنسبه للطبيب والمثقف والفنان والمبدع، الامور كلها متكامله. وبالتالي اذا كانت الدوله المصريه قد نجحت في الفتره الماضيه في عمل البنيه التحتيه الجيده والطرق والكباري والمشروعات والمحطات الكهربائيه والقطارات، فجد دور دلوقتي ان احنا نبدا في الاهتمام ب كل ما يتعلق بالبشر، اللي هو الجزء اللي النهارده كان مسار حديث بين السيد الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الصحه. انا توقفت كمان كتير عند فكره الاهتمام بالصحه النفسيه، وانه يبقى في مستشفى سموها سكينه، يعني حتى اسم المستشفى عجبني، للصحه النفسيه. فكره الاهتمام بالصحه النفسيه. نعم، بطبيعه الحال كما تعلمين يعني الصحه انواع كثيره، الصحه ليست فقط المستشفيات المتخصصه في معالجه الامراض الجسديه. الصحه النفسيه كما نعلم في الفترات الاخيره ما يحدث في العالم من اضطرابات، من مشاكل اقتصادية وسياسية واجتماعية، سلة الأمراض النفسية بتزيد. ده نقطة. النقطة الثانية يعني جزء من اهتمام الدولة بصحة المواطن المصري إن هي توفر جزء من أو جانب الصحة النفسية، لأنه جانب شديد الأهمية، وللأسف لم يكن يأخذ حظه من الرعاية في الفترات الماضية، أو كان بياخذ حظ لكن قليل، وبالتالي التركيز النهاردة عليه والإشارة ليه ده شيء مهم جدا. تطوير ال 30 مستشفى و500 وحده ومركز طبي في مرحله، يعني اللي هي المرحله الثانيه للتامين الصحي الشامل، دمياط، المنيا، كفر الشيخ، شمال سيناء ومطروح، محافظات مهمه جدا، وواضح انه الفتره الجايه هيبقى فيها طفره في مجال الصحه. نعم، هذا التاهيل بياتي في اطار استعداد الدوله للاستمرار والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل. هذا أنا أظن أنه ده ممكن يكون الهدف الرئيسي، يعني إذا
جاهز ان احنا بنطور التعليم او مفترض نطور التعليم بطريقه صحيحه. مشروع التامين الصحي الشامل ده يكون طفره مهمه جدا ويفترض ان يقضي على كل المشاكل اللي بنعاني منها، لانه كل مواطن هيقدر يستطيع يروح يتعالج بموجب اشتراكه في التامين الصحي الشامل ويقضى على كل حاجات كتيره جدا. النقطه المهمه المستشفيات اللي بنتكلم عنها النهارده ده جزء منها في اطار التاهيل لهذا المشروع، بمعنى انه مشروع التامين الصحي الشامل هو مشروع قائم على الاشتراكات، يعني ما حدش يقدر يقعد كده الا لما يكون مشترك ومسدد حصته. لكن في نفس الوقت النهارده من الحاجات المهمه هو الحديث عن الثمانية مليون منتفع المتعلقين بالغير القادرين سواء في تكافل وكرامة أو مشروعات أخرى، وبالتالي الدولة سوف تتولى الاشتراك نيابة عنهم كما فهمت من حديث اليوم. أشكرك الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ. طيب